الراديو 90-90 هواها مصري. بسم الله الرحمن الرحيم، ودائما بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من باب رزق على راديو 90-90 هواها مصري. هتلاقوني كتير في حلقات باب رزق بتكلم عن الفخار والخزف، لأن بتكلم عن أقدم حاجة الإنسان في الحياة كلها عملها. مدي إيده كده للطين، طين الأرض ده، وابتدى يعمل منه أشكال وألوان، وينشفه ويدخله الفرن ويحطه تحت الشمس، ويعمل منه أواني يأكل فيها، ويعمل منه حاجات يشرب فيها، ويعمل منه كل المنتجات اللي ممكن يعني تعمل له حياة من طين الأرض اللي احنا خلقنا منه. أكيد كان أول حاجة فكر فيها أول الإنسان الأول في هذه الأرض إن هو يستخدم نفس الطين ده عشان يصنع منها أسلوب حياة. ضيفي النهاردة الحقيقة في موضوع الطين والخزف والفخار هو يعني بحار. أنا قعدت معاه قبل الهوى بقليل، أقدر أقول لكم الحقيقة بحار، أقدر أقول لكم كمان أنه إحنا الحقيقة محتاجين كتير كتير ندور على الناس الحلوة اللي في بلدنا علشان نقول لأ بلدنا مليانة ناس حلوة. ضيفي الدكتور أحمد عبد الكريم، دكتور في تصميم المنتج الفخار والخزف وأشياء أخرى. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ بص، على التقديمة اللي أنا قدمتها دي تقديمة حقيقية كما رأيتك، مش كما مكتوب عندي في الورق. ربنا يخليك يا فندم. فعايزين نلعب النهاردة لعبة إيه؟ إننا نمد إيدنا كده في طين بلدنا ونشوف الثروة الجميلة دي. زي ما عندنا ثروة الرمل كده نقدر نطلع منها الإزاز المصري الحلو، عندنا طين بلدنا نقدر نطلع منه حاجات جميلة وحاجات العالم كله يبقى سعيد إنها من طين مصر. جميل. نبدأ منين؟ قول لي بقى أنت البحار بقى، نبدأ منين؟ نمد إيدينا. طبعا هي رحلة الخزف رحلة كبيرة ممتدة عبر الزمن زي ما حضرتك قلت بالظبط. احنا عندنا اشكال مختلفه من التراث الفرعوني والاسلامي والقبطي وحتى الفن الحديث. يعني الخزف كصناعه في مصر يعني متميزه جدا وفيها فنانين محترمين جدا، بس الخزف اليدوي محتاج دعم طبعا، محتاج تطوير اكتر من الموجود حاليا، لان هو برضك مش زي الصين ومش زي دول تانية كتير بتهتم. الصين بتشتغل في اليدوي ولا كله صناعي؟ لا الصين بتشتغل، هم عندهم شغل يعني عندهم وقت يشتغلوا بالايد، هم عايزين مكان يشتغل بسرعه. لا الفكره متاخده عن كده. الصين اللي احنا بنشوفه الابيض الجميل ده، دي التينه بتاعت الصين. ده انت حضرتك بتقول لي بقى على الصيني اللي هو موجود في الايه، في النيش الصيني اللي محدش بيعمل فكره بيحاجة. الصيني الابيض الجميل ده لعصور كتير جدا كان مقتصر على الصين فقط. دي الطينه بتاعت الصين، بتاعت الصين. هي بيمد ايديه زي ما احنا بنمد ايدينا كده يطلع ابيض جميل. فضل الموضوع ده محير ناس كتير جدا لفترات كبيره جدا، ومش عارفين يعملوا الخامه دي لانها مكون طبيعي في الصين. لحد 1705 كيميائي الماني اسمه مايسن خدت الطينه دي وبدا يحللها في المعمل، واكتشف التركيبات بتاعتها وبدا يصنعها في المانيا. لما عمل التركيبه دي انشا عليها صناعه، فالصناعه في المانيا والخزف في الصين، وبدأت من هنا بداية الصناعة بقى اللي هو الماس برودكشن للمنتج الخزفي، وبدأت العملية تتداول. الصين نفسها بقى بدأت تاخد مكن من ألمانيا وبدأت، فهي ما زالت لحد النهاردة في صناعات يدوية. ده الأوروبي الوحيد اللي ضحك على الصينيين، دايما الصينيين هم اللي بياخدوا الحاجات. أيوة بالظبط، هو الوحيد اللي أخذ لأن كان في الفترة دي كمان بعد يعني كان في بحث عن الخامات البديلة والكلام ده.
ومن هنا اتنقلت لنا احنا صناعة الخزف الحديث. هو انا ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ أتفضل. يعني الصيني العرايس دلوقتي ما تجوز الا ما يكون عندي طقم الصيني، الصيني اللي هو الصيني الاصلي اللي هو غالي شويتين ويتحط في النيش ده ومحدش يجنبه ومحدش يخربشه ومحدش ياكل فيه ومحدش كل الكلام ده كله، ده على حسب ما انا فهمت من حضرتك ده صناعة الماني؟ لا، فكرة الصناعة نشأت في ألمانيا. في ألمانيا. أنا بس عايز في شوية مصطلحات لازم نقولها بس انت يعني نبسطها للناس. بالضبط، ما علشان نبسطها لازم الناس تبقى فاهمها. كلمة الصيني هو ما فيش حاجة اسمها صيني، هو نسبة للصين بس، فهو أي منتج أبيض اسمه صيني. حلو، بالنسبة لان اول ناس بيضت الحكاية هي مبيضة معهم بالطبيعي يعني. فاي حد بيعمل منتج حتى لو في مصر لو في المانيا في اي حتة بيقولوا عليه صيني، فده مصطلح. لكن جميل. هو ملوش اصل علمي، يعني مش همسك الفنجال ده وقول عليه. لكن لما انا اجي اشتري يعني اشتري اللي هو صناعة ايه؟ الماني اكيد. والله هو اهم حاجه في المنتج الكواليتي بتاع الخامه، وده ناس كتير ما تعرفوش، والذوق بتاعها. يعني هما حاجتين، انا هشرب في حاجه فمحتاج ان هي تبقى شكلها كويس وقويه ومتينه تعيش معايا ما تتكسرش والكلام ده كله. احنا عندنا الطينات تلات انواع، طينه ايرسن وير، ستون وير، بورسلين. كل واحده من دول بتتحرق على درجه حريق مختلفه. فالإرسن وير اللي هي الطينات الأرضية زي اللي عندنا احنا في مصر، اللي هي بنسميها الطين الأسوانلي. الطين الأسوانلي نسبة لأسوان، لأن هو النيل، في منابع النيل. نرجع بقى نشوف ايه أصل الحكاية. النيل بيمطر، الدنيا بتمطر، تنزل على الهضاب والجبال طول السنة، تاخد الحبيبات دي بتكسرها. تمام. طب لما بتكسرها وتجرفها معاها، لما بيحصل الكلام دوت، الحبات الكبيره بتنزل في اماكن معينه وبيفضل ماشي كل شويه، جزء يعني حجم جزيئي بينزل، بتيجي عند اسوان وتنزل بقى الطينه القابله للتشكيل. طيب بتكمل رحلتها، بتكمل رحلتها لحد ما توصل مثلا الدلتا، بتنزل الطينه السوداء اللي هي القابله للزراعه وليس القابله للتشكيل. الطينه السوداء اللي بتعمل منها التوب الاحمر، هي ينفع تتكبس، بس زي ما احنا عارفين التوب الاحمر مش زي الفنجال ومش زي الطبق ومش زي القلة، لكن ما يتعملش منها فخار خالص. لا، ما يتعملش ولا في محاولات ولا في لا الاسوانلي حمراء. الاسوانلي حمراء، الحمراء اللي هي احمر غنية بالحديد. يعني اللون الاحمر بتاعها ده جاي نتيجة ان هي غنية بالحديد. عظيم. بينزل في منطقة اسوان وبعد كده بيروح الدلتا، يبقى بالظبط الطينة السوداء. الطينة السوداء عندنا طينات طوب. عندنا طينات بيضة في مصر. عندنا طينات بيضة اللي هي كولينات في سينا، دي لسه حديث بدايات اكتشاف لبعض الاماكن اللي فيها طينات بيضة نتيجة الأمطار اللي بتنزل برضو على هضاب هناك على جبال والجبال. من نوع معين فبتنزل كولينات ليها، وده لازم يستثمر لأن احنا مصر اكتشاف جديد. لسه يعني قريب يعني حديث يعني. وبرضو كتير الأسوان اللي فيها بيبقى فيها عروق بيضة، يعني مش كلها بتبقى غنية بالحديد، بس ده بياخد تكلفة عالية جدا في عملية ان انت تستخلص الطينة البيضة من استخلاص الفرز. بالظبط. فبالتالي يعني ايه، يعني احنا عندنا ثلاث انواع من الطين في لا مصر. عندنا انواع كتير. عندنا انواع كتير طبعا. حضرتك تسمع على القله القناوي. متميزه. ليه متميزه؟ لان خامتها مختلفه. طب ليه خامتها مختلفه؟ لان النيل وهو ماشي في رحلته عبر الزمن واجه صخره ضخمه جدا. الصخره دي معرفش يعمل ايه. طب ارجع تاني اروح ولا اعمل ايه؟ حلوة. فبدأ يتجه يمينا. تمام. لما دخل يمين دخل على الصحراء، الصحراء الشرقية. خد رملة معاه وبعد كده فضل ماشي. طب هيكمل على طول؟ يعني لو كان كمل على طول كان هيبقى المصب بتاعه مثلا في بورسعيد، لكن هو علشان هو نيل ومصري فدماغه عاملة زي المصريين، قال لا انا طالما ماشي كده لازم اكمل الرحلة بتاعتي كده. فلف حوالين الصخرة ورجع تاني في نفس مساره ودخل على الدلتا.
انا دايما بتعلم من الطبيعه، فدايما اقول ده احنا كلنا عايزين نتعلم من الطبيعه. لما نواجه مشكله النيل بيعلمنا ان احنا نلف حواليها، ما نقفش ولا نرجع ولا نعمل اي حاجه. عظمه. لما دخل يمين خد الرمل معاه، فبقى الطين القناوي ليه طابع مصفر شويه، في رمله في سيليكا، فبيبقى اقوى شويه علشان السيليكا دي هي اللي بتدي عزم فتلاقي القله القناوي كده متينه وجامده وماسكه نفسها غير القله هل الفخار ده بيدي طعم ما، مذاق ما للميه اللي بتتحط فيه، سواء بقى في قله في 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 التاني اسمه ايه؟ كلنا شربنا في القله وعارفين طعمها طبعا. لا هل بتختلف من بلد لبلد في صناعه الطين؟ اكيد اكيد. انا عملت قلل بورسلين بتتلج المياه بشكل رائع جدا. يا سلام. لان مسميتها بتبقى عاليه ومسميتها صغيره قوي، فبيحصل التبريد عن طريق النتح اللي بيحصل دوت بشكل كبير جدا، الرشح المياه اللي بيطلع بره ده بتتلج المياه. مش بنفس طعم القلل العاديه. انا كان الهدف لما اعمل الطينه البورسلين دي ان في فنادق كتير مثلا بتحط قلل، فليه ما اعمل لهمش قله حلوه بيضه جميله ليها. سلام. يعني برضك يعني ايه. هنكمل رحلتنا مع الطين، فخار، الخزف، رحله النيل لسه ما كملناهاش. ناخد فاصل قصير، ترجع نكمل في باب رزق، رزق الخير ده كله، ده بقى النيل ده الرزق الخير ده كله. طبعا. ونشوف كل محطاته فيها رزق في رزق في رزق. خلينا نتامل ونتعلم ونعرف احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بايه. باب رزق مع يسري الفخراني على الراديو 90 90. ورجعنا في باب رزق علشان نكمل رحله حلوه جدا، رحله النيل، رحله النيل اللي جاي من بعيد، من بلاد بعيده، واخد طول ما هو ماشي يقابله صخره كبيره، يقابله حجر، يقابله اي حاجه، هو في الاخر واخدها في سكته وجاي وجايب لنا بيها الخير كله. بكمل الرحله مع الدكتور احمد عبد الكريم ضيفي، دكتور في تصميم الخزف والفخار، ورحلته كلها في طينه الارض المصريه الجميله. دكتور احمد، الحقيقه الرحله حلوه قوي، احنا وصلنا هنا، هل في رحلات اخرى بقى بالنسبه للطين بتاع النيل؟ يعني انا بقول طبعا مصر غنيه باشكال مختلفه من الطينات، زي ما قلنا في سينا، في انا، في دي محطات، لكن طبعا في بحوث ممكن تشتغل على عمليات. رشيد اخبارها ايه بما انها المصب بقى، رشيد، دمياط، كل دي طينات زراعيه وطينات قابله يعني هي علشان المسميه بتاعتها بتبقى اكبر، استيعابها للميه بيبقى اكتر. هي طبعا علشان اشكل طينه لازم يبقى فيه لدونه بشكل معين علشان تتشكل. فهي الطينات اللي بتتشكل في مصر هي في منطقه الصعيد بشكل كبير أكثر. آه. اللي هي منطقه اسوان وقنا وسوهاج والاماكن دي، علشان كده الازيار والزير والحاجات دي كلها كانت بتيجي لنا دايما من الصعيد. لكن مع دخول الاسلام بدا يعمل مراكز لصناعات زي صناعه الفخار في مصر القديمه، اللي هي الفسطاط. الفسطاط اللي هي عاصمه. ليه اختاروا الفسطاط؟ عمرو بن العاص اللي اختار العاصمه بتاعته. لا عشان تبقى عاصمه للحاجات اللي فيها الفخار دي، يعني قربها من النيل. قربها من النيل، وطبعا كانت المراكب بتجيب الخامات من اسوان وبيتم تشكيلها في العاصمه اللي هي المنطقه الفسطاط وقتها. حضرتك عارف دايما ان بيبقى في مركزيه في العاصمه. طبعا احنا ضد فكرة المركزية لان مصر كلها محتاجة تتطور، لكن يعني في الفترة دي كان الصناعة في المركز اللي هو مدينة الفسطاط، ودي اقدم مدينة لتصنيع الفخار بالشكل اللي احنا شايفينه بشكل حالي يعني. لكن طبعا في العصور الفرعونية والحاجات دي كانت متوزعة في اماكن مختلفة، وكان ليها اشكال مختلفة، وكمان كان ليها استخدامات مختلفة. يعني الآنية الخزفية عند الفرعون كانش بياكل فيها، كانش بيشرب فيها،
ده كان بيحط فيها أهم ما يملك اللي هي أحشاء المتوفى. فكان بيبقى فيه كنوبز 4 أواني خزفية، كل إناء منهم بيحتوي على حاجة مهمة من جسم المتوفى، علشان هو يأمن عنده إيمان بفكرة البعث والخلود. فلما أرجع لازم أحشاء المتوفى يبقى متحافظ عليها بشكل كويس. هنا ارتباط كمان المصري، أكتر حد كان بيعمل بناء على الإيمان، فإيمانه بالبعث والخلود دفعه أنه هو يصنع أواني ليها شكل قدسي شوية. طقوس الدفن والكلام ده كله كان بيبقى فيه أواني معينة للطقوس دي، ده في العصر الفرعوني. في الإسلامي الإيمان برضو القبطي فيه حاجات كتير طبعا جدا. القبطي فيه تفاصيل كتير مرتبطة برضو بجو العقيدة. وكان الآنية تسجيل للحدث، وكان الرسومات اللي عليها بتبقى مرتبطة بإيمان الشخص. فالفنان الإسلامي كان بيبعد عن التشخيصية وبيبدأ يشتغل بالنبات، فيها الأشخاص. لكن استخدمت من أول العصر القبطي في الأكل والشرب طبعا. والفرعوني ما كان والفرعوني برضو كان فيها، لكن الحاكم أو الملك كان هو يعني بيستخدمها بقدسية أكبر شوية. في الفرعوني لا، كان في استخدامات كتير جدا، بس أنا بقول اللي ظهر استخدام الآنية في طقوس دينية أو عقائدية. الفنان الإسلامي كمان لما جه يشتغل عنده حاجة اسمها حرام أكل في ذهب، فبدأ يلجأ لبعض الأساليب زي البريق المعدني. البريق المعدني هو اختزال للأكاسيد الطبيعية اللي هو أكسيد حديد، أكسيد نحاس، أكسيد منجنيز، ويبدأ يسحب منه الأكسجين، ودي بقى دخول كيمياء في تركيبة الموضوع مع حرارة، يسحب الأكسجين من الأكسيد أثناء الحريق فيديني سطح معدني، فيبقى الطبق ذهب فخار بسطح معدني بلون الذهب. ذهب يعني. وبريق، الحاجات دي موجودة في متاحفنا تمام، وما زالت تمارس. وما زالت أنا عايز أقول ليه موجودة في متاحفنا. نفسي برضو، إحنا كمان كم أسبوع داخلين على أجازة نص السنة تمام، ونفسي الحقيقة إن يبقى في أجازة نص السنة في زيارة للمتاحف، يشوفوا المتحف القبطي والمتحف الإسلامي الفرعوني القبطي الإسلامي، يشوفوا تاريخنا عامل إزاي وما تبقى من المنتج اللي المصري القديم على مر الزمن عمله. أنا عايز أقول لحضرتك اللي في ناس بتيجي بتسافر بلاد علشان تيجي تقف بمنتهى الاحترام والدهشة قدام المنتجات بتاعتها. كان معايا خبير ألماني في الصناعة، قال لي أنا عايز أروح مجموعة توت عنخ آمون اللي هي الذهبية، وقف قدامها منبهر. دي في المتحف المصري، اللي في المتحف المصري اللي منبهر في ميدان التحرير طبعا. يعني أنا كواحد مصري حبيت أستغل الانبهار ده، وخاصة إن الألمان يعني بيبقوا معتزين بنفسهم. فقلت له شوف إحنا من 7000 سنة كنا بنعمل إيه. فقال لك طبعا أنتوا كنتوا بتعملوا ده، بس احنا حاليا اللي بنعمل ده. فقلت له بس بكرة مش معروف بتاع مين، بس غالبا هيبقى بتاعنا احنا، لان احنا جوانا طاقة كويسة جدا كشعب مصري اصيل، عندنا امتداد تاريخي يسمح لنا ان احنا نبقى واقفين على ارضية صلبة في كل المجالات، مش هنقول خزف بس او لا ده احنا عندنا فعلا مقومات عالية جدا نقدر نستفيد منها بشكل كلام بسيط. كلام جميل، كلام معقول، بقدرش أقول حاجة عنه حاجة. وحقيقي لازم كل مصري يبقى جواه ده، مش على فكرة مش أنعرة يعني بتاريخنا، لكن هو ده حق من حقوقنا أننا ننبسط باللي احنا أجدادنا عملوه، وعشان نبص لقدام ونقدر نعمل زي تاريخنا. مش مجموعة حكايات، تاريخنا أصول ثابتة جوانا، تاريخنا في حاجات بتوجهنا للصح. فهو مش يعني في ناس تقولك هنقعد نغني على الماضي، لا، الماضي ده هو القوة اللي بتبعث جوانا احنا العظمة يعني. حقيقي.
بتخلينا نبقى. دكتور احمد عبد الكريم بصفتك خبير في الخزف والفخار، بعد شويه بقى يعني هروح للناس شويه بعد ما حكينا الحكايات الجميله دي، ونتكلم بقى على الصنعه النهارده وازاي تقدر انك انت النهارده يبقى عندك منتج خزفي في بيتك راقي جميل يليق بيك في استخداماتك الحياة، وخاصة ان الحاجات الخزفية والفخار دي صحية كمان في الاستعمال. خليكم معانا، نرجع في باب رزق على راديو 90-90 هواها مصري، نكمل حكايتنا. ونكمل حكايتنا مع حاجة من اجمل واغلى وانقى الاشياء اللي احنا موجود عندنا في بلدنا، طين بلدنا، فخار بلدنا، خزف بلدنا. ضيفي خبير في كل اللي انا قلته ده هو الدكتور احمد عبد الكريم، وكنا يعني رحنا وجينا وخدنا رحلة النيل ومشينا وصلنا لغاية رشيد، يعني كل الرحلة قطعناها، فاضل اننا ندخل جوه بيوتنا بقى النهاردة. دكتور احمد، ازاي نقدر نرجع تاني للبيوت الجديدة، حتى الولاد اللي بيتجوزوا جداد، نرجع لهم ثقافة ان هم حاجتنا المصرية القديمة، حرفنا القديمة، الفخار يرجعوا يأكلوا فيه ويشربوا فيه، وخاصة ان هو حاجة صحية جدا. بداية يعني اول ما حضرتك قلت ان هنخش على بيوتنا، فاول ما دخلت على النيش. أيوة. عندنا كارثة اسمها النيش، يعني الناس بتاخد الطقم الصيني وترصه في النيش وما بتستعملوش، وده يعني حاجة غريبة جدا. المفروض احنا المنتجات دي فعلا استخدامية 100%، صحية 100%. هنتكلم عن الفخار ولا ولا الصيني البرتقالي؟ كل ده صحي 100%، كل ده صحي، لانها خامات من الطبيعة وبتتحرق على درجات متفاوتة. احنا كنا بنتكلم قبل الهوا تقريبا عن انواع التنوات اللي هي الارسنوير والستونوير والبورسلين. لا ده جوه الهوا، جوه الهوا، بس احنا اختلط الامر بيننا وبين حديث حضرتك مشيق جدا، فالواحد ما بيبقاش قادر يفرق. احنا بنتكلم من اول 1000 او اول 1050 ل 1350، درجات حريق عاليه، يعني فيها كل الشوائب بتنصهر، وكل الحاجات اللي هي ممكن تبقى مضرة بتنصهر. الملمس الناعم علشان يحصل تنظيف كامل للسطح، منتج فعلا رائع جدا. طبعا هو الناس بتخاف ان هو يتكسر، وخاصة البيوت اللي فيها اطفال، فيشيلوه في النيش. فيتكلم على الصيني الغالي ده، او الخزف. ما هو هي لا، بس انا بتكلم دكتور احمد على اننا فعلا نروح نجيب البرام اللطيف ده، ويتعمل بحته زبده كده ويتحط فيه البرام الباميه، يبقى طعمه رائع. هو طعمه رائع يعني. مش علشان البرام ليه طعم، لازم نبقى فاهمين ده كويس جدا، علشان البرام بيمتص الحراره وبيوزعها بشكل سليم، بيمتص حرارة الفرن طبعا ويوزعها للأكل بشكل سليم. شفت المعلومة دي؟ مهمة. فبالتالي الأكل بيستوي بطريقة ليها طعم جميل. دايما يقولك ايه، أصل البرام ده بيدي طعم للبامية. لا، هو أنا معلوماتي انه بيدي طعم للبامية. هو طبعا بيدي طعم، بس مش الأصل فيه انه بيوزع الحرارة بشكل كويس. يعني هو مش محطوط جواه طعم هيوزعه على كل أكلة هتتحط جواه، لكن هي الفكرة الأساسية ان هو فعلا هو بيمتص الحرارة، لأنه هو اتحرق قبل كده. يعني مر التجربة دي وبعدين مرها في طبقات عالية. هو اتحرق على 1150 كفخار، فبالتالي لما يخش البوتاجاز بتاعنا ابو 300 ده بالنسبة له لعب عيال. فلازم نبقى فاهمين ابو 300 درجة حرارة، يعني 300 ده كتير كمان، 300 درجة يعني 300 ده اللي هو. فبالتالي لازم نبقى فاهمين قوة المنتج اللي في ايدينا، اللي احنا بنهدره في ركنته. يعني ده بالنسبة للصيني، بس يعني هو في الاخر يمكن انا كان تصوري من الاول ان احنا نبدأ نستبدل في اسلوب حياتنا، اننا بدل ما نشتري حاجة اقل سعر ليها هتبقى 5-6 آلاف جنيه وتتركن، ويبقى اوعى وخاف وتتخدش، ممكن ست البيت تقعد تعيط جنبه سنة. بالظبط. اننا نستخدم ادواتنا الفخارية اللي بتتباع
لمن انا ومن اسوان والحاجات دي كلها طبعا. هل ده تفتكر يبقى وارد كاسلوب حياه؟ والله الاجانب بيجوا يشتروا ده علشان يستعملوه في بيوتهم فعليا، يعني بيشتروه علشان هو برماتيف اكتر، هو مش غير جميل، ممكن تلونه كده وتعمل عليه طبعا حلوة. طبعا طبعا وممكن الناس تتجه كمان لفكره اصنع ادواتك بنفسك. حلوه دي طبعا، انا عايز اصنع ادواتي بنفسي، اعمل ايه؟ في اماكن قلت. كتير زي مصر قديمه تقدر تنزل تقول له انا عايز الشكل الفلاني واعمله لي. حلو ده. فبالتالي كل الحاجات اللي يعني الاطباق والبرام والمجات وكل التفاصيل دي بقى تروح تقول له انا عايز، انا نفسي اكل في طبق شكله كذا بلون شكله كذا. يعني مش لازم نقول اللي احنا نشتريه واقعد انا اعمله، وممكن ترسم. حلو. ترسم بايدك عليه، ايه المانع يعني؟ الفكره دي لو انتشرت بشكل كويس هتلاقي رواج للمنتج ده بشكل حلو، لان كل الناس تبقى حابه اللي هي تاكل في حاجه هي اللي عم شاركت في صناعتها. مين يحب ينزل معانا الفسطاط؟ انا كل اللي بيسمعنا مين يحب ينزل معانا الفسطاط ابعتوا لي على صفحتنا الراديو 9090، مين يحب يجي تعالوا ننزل مع بعض كده نعمل لمه ونروح الفسطاط. عندك اي مكان نقدر اننا نروحه مباشره؟ في اماكن كتير طبعا، انا عندي اتيليه خاص. عندك فرن وكده وعندي فرن وكل حاجه، والمكان بتاعي مفتوح كمان للطلبه علشان تشتغل مشاريعها وبتكاليف بسيطه او احيانا ما فيش تكاليف خالص علشان يقدروا يشتغلوا يعني. طب هنشتغل بانه طينه؟ التينه الاسوانلي. التينه الاسوانلي اول شرط اخر نور اللي مدينا ايدينا وخدناها، هم مدينا ايدينا وخدنا التينه الاسوانلي. التينه الاسوانلي دي تينه غنيه في التشكيل وبتبقى يعني حضرتك لو شفت الناتج هتقول ده صيني. التينه الاسوانلي لما بنعملها بتوصل لدرجه انها تبقى زي الصيني. ليه؟ كلام جميل. لان احنا بنعمل لها المعالجات الكامله بتاعتها كصناعه بناء على البيز الاساسي للصناعه، فبتتحول لمنتج شكله حلو. حلو قوي قوي، ويلا بينا نروح على الفسطاط. انا اول واحد مشمر، انا تنورونا كده برام بتاعي، الطبق بتاعي، المج بتاعي، الفنجان القهوه اللطيف اللي من الفخار. عايز اكلم حضرتك على حاجه، احنا لسه عندنا المصنع المصري اللي بيعمل الصيني؟ طبعا موجود 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 وما زال بيصنع. اللي هو تبع الدوله؟ تبع الدوله. اللي هو برضو اسمه صيني كده؟ شيني. شيني. موجود وبنطور فيه، وبيحصل فيه اعاده هيكله لعمل منتجات اكثر حداثه واكثر قابليه لان الناس تستمتع بيها يعني. يعني كذوق وكشكل وكقوة هو عدد الصيني له عدد معين؟ يعني الطقم الصيني زي ما بيقولوا. الطقم الصيني في منه الطقم الاقتصادي اللي هو بيبدأ من 40 قطعة، 66، 68، 94، وفي 72، وفي 110، وفي 124، وفي 130. دي حسب التكوينات طبعا. احنا كمصريين بندخل على 130. لا هو الاكثر رواجا 124. يعني مش مش يعني مش الثمانينات يعني. لا 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 لازم الفنجان تبقى كتير، ولازم الاضاءه تبقى كتير. 12 فنجال و12 طبق. نفسي الحقيقه اننا يعني في حاجات كتير لازم يعني ايه نعتدل فيها، نعدل فيها فكرة حتى اللي بيجهزوا الستات اللي بتجهز ولادها، ما يبقاش بالضرورة احط مثلا 10 بطاطين و10 مش عارف ديسات ايه وتلاجتين وغسلتين والحاجات الغريبة. لا نفسي الحقيقة يعني. للأسف انا ما كنتش بصدق الكلام ده لغاية ما شفت ناس كتير جدا. ثقافة، هو نوع من انواع الثقافة الشعبية طبعا. ثقافة، وثقافة واردة على ايماننا الحقيقي يعني. مفروض ان احنا نيسر عملية الزواج علشان الدنيا نبني أسرة أكثر قوة. في حاجات كتير محتاجين نصرف فيها أكتر ما نصرف في حاجات فيها بذخ. نصرف أو في الحياة، نصرف في الحياة نفسها، نصرف في حاجة هنأكل فيها مش هنحطها نتفرج عليها. الحقيقة يعني موضوع الفخار والخزف المصري، احنا قبل ما انهي حلقتي عايز اجدد تاني الوعد اننا هنروح الفسطاط،
هنعمل شغلنا، هنعمل، انا عايز اعمل منتج بتاع باب رزق بقى. تمام، بتاع باب رزق. تمام، يعني نعمل طقم باب رزق كده. أيوة. كل الايه حتى بجد الشابات اللي يعني على وش جواز يبقوا ياخدوا الطقم ده كده بسعر اقتصادي جدا جدا جدا، ويدعوا لنا كل ما يستخدموه يدعوا لنا يقولوا احنا عاملين حاجه حلوه وحاجه حاجة. مصري. تمام، إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك دكتور أحمد عبد الكريم، استمتعت بوجودك كخبير للفخار والخزف. أكيد لينا حلقات أخرى مرة جاية، هنشمر ونشتغل. طبعا طبعا، مش كلام قضيناها كلام المرة دي، الحلقة التانية تبقى هناك وسط التيم حقيقي. هنعمل كده إن شاء الله. الحلقة اللي جاية تبقى في الفسطاط، ونشوف حكايتنا الجميلة هناك. كل واحد فينا حكاية يقدر يخليها جميلة، يقدر يخليها مختلفة، يقدر يخليها مليانة بتفاصيل حلوة. هو ده اللي احنا ان شاء الله عايزين نعمله.